عايز بس اوريك السحر اللي هتعمله لك الاداة دي في فيديوهاتك بضغطة زر واحدة. اللي قدامنا ده عبارة عن فيديو انا سجلته مخصوص علشان خاطر نبدأ عليه الشرح، فكل المطلوب من حضرتك دلوقتي انك تركز وتسمع الفيديو ده بيتكلم ازاي. انا في الفيديو سايب مسافات ما بين الجمل والنصوص اللي بنطقها او اللي بقولها في الفيديو علشان نشوف فعلا الاداة دي هتقدر ان هي تشيل الصمت من الفيديو تلقائيا. ركز كده معايا، هبدأ ان انا اشغل الفيديو. السلام عليكم اصدقائي، في درس اليوم سنتعرف على كيفية ازالة اماكن الصمت من الفيديو تلقائيا بضغطة واحدة ودون تدخل منك. زي ما حضراتكم شايفين كده ده الصوت اللي انا سجلته قبل التعديل وقبل ما ادخل بيه على الاداة. تعال بقى نشوف بعد التعديل. وده شباب الفيديو بعد ما ضغطنا على حذف الصمت من الفيديو، اسمع كده معايا. السلام عليكم اصدقائي، في درس اليوم سنتعرف على كيفية ازالة اماكن الصمت من الفيديو تلقائيا بضغطة واحدة ودون تدخل منك. وكأن اللي بيتحدث في الفيديو متمكن وواثق من اخراجه وكلامه 100%. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب، انا اخوكم احمد حمزاوي من قناة نت بروفيت. القناة دي متخصصة في شروحات مواقع الربح من الانترنت، علشان كده فضلا وليس امرا لو حضرتك لسه اول مرة تشوف القناة ياريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. في البداية يا شباب احنا معانا النهاردة تطبيق خرافي، تطبيق رائع جدا، تطبيق محتاجه كل يوتيوبر، لان من خلال التطبيق ده هتقدر تعمل ازالة لكل اماكن السكوت الموجودة في الفيديو الخاص بيك بضغطة زر واحدة بدون مجهود وبدون اي تعب. زي ما حضرتك شفت معايا في بداية الفيديو انا كنت عامل فيديو في مسافات كبيرة ما بين النصوص، وبضغطة واحدة ازلت كل الفراغات او الاماكن السكوت اللي موجودة داخل الفيديو. تطبيق مجانا شباب، تقدر تحمله من على جوجل بلاي، ولكن هتكون نسخة باللغة الانجليزية ما بتترجمش للغة العربية. لو حضرتك عايز النسخة باللغة العربية زي ما حضرتك شايفها معايا هتحملها من الرابط الموجود في الديسكريبشن اسفل الفيديو او في اول تعليق. في البداية شباب خلينا متفقين ان اكتر حاجة بتاخد منك وقت في مونتاج الفيديو هي ازالة الاماكن اللي ملهاش اي لازمة في الفيديو، زي مثلا حضرتك وقفت علشان تفكر في الجملة اللي بعدها، او مثلا حصل ان حد دخل فجأة وقفت، يعني اي اماكن سكت فيها داخل الفيديو. طبعا الاماكن دي كلها لازم تتشال من الفيديو اثناء المونتاج، فدي اكتر مهمة او اكتر حاجة بتاخد منك وقت اثناء مونتاج الفيديو. وطبعا ان انت تلاقي اداة بضغطة واحدة تشيل كل اماكن السكوت الموجودة في الفيديو اوتوماتيكيا فدي فعلا معجزة، زائد ان كل الادوات اللي موجودة او متاحة على الانترنت كلها تعتبر معقدة، وكمان كلها بتحتاج ان انت لازم يكون عندك كمبيوتر، وغير كده كمان الكمبيوتر لازم يكون امكانياته حلوة وامكانياته عالية علشان يستحمل الادوات دي. فطبعا البديل الامثل هو التطبيق اللي معانا النهارده ده شباب، ده تطبيق مجاني 100%، تطبيق من شركه اسمها فرو. ودلوقتي يلا بينا نبدا على بركه الله. بعد ما حملنا التطبيق يا شباب هيظهر معانا بالواجهه اللي حضراتكم شايفينها دي بعد ما بتدخل على التطبيق. علشان نبدا نرفع فيديو على التطبيق هنضغط على مشروع جديد من هنا، وحضرتك هتدخل تختار الفيديو اللي حضرتك هتشتغل عليه. على سبيل المثال انا هختار الفيديو ده وهضغط على العلامه الزرقاء اللي تحت دي تالي، وبعد كده هنا بيقول لك الانجليزيه والعربيه، هنضغط له تحت على كلمه اكد كده. هو هيبدا يرفع الفيديو على البرنامج علشان نبدا نشتغل عليه، فهننتظر قليلا لغايه ما يحمل الفيديو. وعلى ما يحمل الفيديو يا شباب حابب اقول لك ان البرنامج مفيش حدود معينه للفيديو اللي انت هترفعه عليه، يعني ما بيشترطش عليك مده زمنيه معينه للفيديو، زائد ان البرنامج اصلا مصمم لترجمه الفيديوهات، بيضيف لك النص اللي انت بتنطقه على الفيديو او اللي انت بتقوله داخل الفيديو على الشاشه اثناء الكلام. فطبعا احنا مش محتاجين الميزه دي في حاجه، وخصوصا كمان ان هو ما بيترجمش باللغه العربيه. فعشان كده قبل اي حاجه هتضغط على الثلاث شرط اللي فوق على اليمين دول، وهنيجي هنا على العلامه الزرقاء دي يا شباب استخدام التسميات التوضيحيه، هنقفلها علشان ما يحطلناش ترجمه خالص على شاشه الفيديو بتاعنا، تمام كده. بعد كده يا شباب هننزل تحت على شريط الادوات اللي موجود في الاسفل خالص ده، وهتلاقي اداه اسمها حذف الصمت، لو حضراتكم واخدين بالكم منها موجوده تحت خالص اهي، هضغط على حذف الصمت. قبل اي حاجه حضرتك لو تلاحظ ان الفيديو ده مدته 17
14 ثانية. بعد ما نضغط على كلمة حذف الصمت من هنا هتظهر لك الشاشة دي، ما تكتبش اي ارقام هنا وما تعملش اي حاجة، بس هتضغط على العلامة الزرقاء اللي تحت دي تطبيق على جميع المقاطع ونضغط تطبيق. لو لاحظت حضرتك هنا تحت الفيديو اصبح مدة الفيديو 13 ثانية، يعني البرنامج شال من الفيديو 4 ثواني. فالاربع ثواني دول تقريبا هم المسافات اللي انا سايبها ما بين الجمل او ما بين النصوص اللي انا بنطقها داخل الفيديو. طب هرجع الاول علشان اسمع حضرتك الفيديو قبل التعديل. كده الفيديو الاصلي هو 17 ثانية زي ما حضرتك شايف. اسمع بقى معايا كده. السلام عليكم اصدقائي، في درس اليوم سنتعرف على كيفية ازالة اماكن الصمت من الفيديو تلقائيا بضغطة واحدة ودون تدخل منك. تمام، تعالوا بقى نضغط على حذف الصمت ونضغط تطبيق على جميع المقاطع زي ما اتفقنا، وكده اصبح الفيديو 13 ثانية. تعالى نسمع كده مرة تانية بعد التعديل. السلام عليكم اصدقائي، في درس اليوم سنتعرف على كيفية ازالة اماكن الصمت من الفيديو تلقائيا بضغطة واحدة ودون تدخل منك. تمام، بس في برضو بعض الاماكن لسه فيها اماكن ساكتة. طب نعمل ايه علشان برضو نحسن الفيديو اكتر من كده؟ هنعمل تصدير للفيديو عادي جدا كأننا هنحمله عندنا من العلامة الزرقاء اللي فوق على الشمال ده. شباب هنضغط على عملية تحميل من هنا، هيصدر الفيديو عندنا، وبعد ما يصدر الفيديو هحمله تاني وهكرر العملية تاني مرة تانية معاكو، وهتشوف حضرتك ان فعلا الموضوع هيتحسن عن المرة الاولى. كده اكتمل تصدير الفيديو، اصبح الفيديو عندي على الجهاز. تمام، هنرجع تاني للصفحة الرئيسية واقول له مشروع جديد، وهختار الفيديو اللي هو مدته 13 ثانية اللي انا لسه مصدره حالا دلوقتي من البرنامج، وهعيد العملية تاني واقول له اكد. هنتظر لما يرفع الفيديو زي ما حضراتكم شايفين، ولاحظ ان مدة الفيديو هنا 13 ثانية اللي احنا لسه مصدرينها من البرنامج. كده تمام الفيديو اتحمل يا شباب. هنضغط تاني على حذف الصمت من تحت خالص هنا اللي موجود اسفل شاشة الهاتف، وهتضغط على حذف الصمت، بعد كده هنضغط تطبيق على الكل. كده الفيديو بقى 11 ثانية. طب نسمع مع بعض كده. السلام عليكم أصدقائي، في درس اليوم سنتعرف على كيفية إزالة أماكن الصمت من الفيديو تلقائيا بضغطة واحدة ودون تدخل منك. تمام جدا، كده الموضوع فعلا احترافي. طب انا ممكن احسن الموضوع عن كده واشيل برضو اكتر من كده، هعمل تاني عملية التصدير وهكرر نفس العملية مرة تانية زي ما حضرتك هتشوف معايا كده. هعمل تصدير للفيديو، وبعد كده هرجع للصفحة الرئيسية وهقول مشروع جديد، وهنختار الفيديو اللي هو مدته 11 ثانية الاخير، وهنضغط اكد وننتظر يرفع الفيديو. بس يا شباب انا كل ده عايز اوصل لك ان فعلا تطبيق رائع جدا يا شباب. اسمع كده بقى معايا، ده طبعا الفيديو الاخير اللي احنا صدرناه اللي هو مدته 11 ثانية. هندخل تاني نضغط على حذف الصمت تطبيق على المقاطع، كده الفيديو بقى 10 ثواني. وكده يا شباب عايز اقول لك من قبل ما نشغل الفيديو ان انت هتسمع اداء احترافي. اسمع معايا كده. السلام عليكم اصدقائي، في درس اليوم سنتعرف على كيفية ازالة اماكن الصمت من الفيديو تلقائيا بضغطة واحدة ودون تدخل منك. طبعا مفيش اروع ولا احسن من كده شباب، اداء فعلا احترافية. ودلوقتي حابب اقول لحضراتكم لو مهتمين بمجال الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى، تابعني في الفترة اللي جاية ان شاء الله، علشان هتكون في شروحات قوية جدا لانتاج الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي بضغطة زر ودون اي تدخل من حضرتك نهائيا. كده شباب نكون وصلنا لنهاية شرح النهاردة. ياريت لو عجبك الشرح ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو، وتشرفنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم، وكان معكم اخوكم احمد حمزة.